الجماعه يا رب تكونوا كويسين. انا اسمي محمد طارق والنهارده انا جاي اعمل حاجه غريبه جديده مرعبه. النهارده انا جاي احكي قصص حقيقيه انتوا قايلين لي عليها في الكومنتات تحت. بما ان هو هالوين ودخلنا على هالوين وحاجات زي كده فاحنا عايزين نخاف مع بعضينا، فاهمين ازاي؟ بس الاول عايزين نظبط الدنيا ونخلي الدنيا مرعبه اكتر. انا حاسس ان الدنيا منوره بزياده، يلا بينا. ايوه كده، نبتدي باول قصه، يلا بينا. كنت وانا صغيره ببص جامد في المرايه. اصلا مبدئيا كده يعني احنا عارفين من زمان ان انت لما تبص لوحدك كده في المرايه بتحس ان انت شايف ريفلكشن واحد قدامك مش انت، فانت ليه بتعملي كده من الاول؟ ما علينا. ببص جامد في المرايه ومفتحه عيني وكنت لوحدي في الشقه. ساعتها شفت نفسي بس في انعكاس عيني في المرايه، لقيت واحده شبهي وواقفه ورايا بس من غير راس ونفس هدومي وطولي وشكل جسمي. لحد دلوقتي محدش مصدقني. انا مصدقك. حد يحط نفسه مكان طفله 10 سنين؟ اولا انت ازاي اصلا جاتلك الفكره كواحده عمرها 10 سنين جاتلك الفكره تقف قدام المرايه تقعدي تبحلقي؟ يعني حضرتك مجنونه ولا تخلف؟ انا خاف منك انت، انا ما خافش من العفريت اللي طلع لك. اعتقد العفريت اللي طلع لك طلع يشتكي ويقول لك انت بتعملي ايه يا هبل. طيب القصه دي ما كانتش مرعبه قوي فما عليك. لما كنت في ثالثه ثانوي السنه اللي فاتت، ربنا ما يعوضها ايام امين، صحيت قبل الفجر بشويه واستنيت لما اصلي، وطول ما انا رايحه اصلي وانا في الصلاه كنت بحس ان في حاجه غريبه بتتحرك حواليا. طنشت الموضوع وقلت انها تخيلات ورحت اذاكر في الصاله. اقوم ايه؟ اشوف خيال معدي قدامي كده اطنش واقول ما تهيألي. بعدين لما دخلت في المذاكره اقوم اسمع صوت من تحت الترابيزه وصوت مرعب وجسمي سخن. مره واحده هوبا رميت الترابيزه وجريت لمامتي وانا جسمي بيرتعش وقاعده بشتم. يعني انا مش فاهم ايه الرعب في كده، يعني انا حاسس انه عادي، يعني احنا كلنا بنصحى الفجر وبنسمع اصوات غريبه، يعني عادي. احيانا بيبقى الثلاجه، ممكن تبقى الفريزر، ممكن تبقى مثلا بوتاجاز ولع، ولو ولع لوحده ايه اللي فيها؟ يعني مدخل للشيطان يعمل له كوبايه شاي ولا ايه اللي فيها؟ القصه مش مرعبه، القصه مش مرعبة. انا عايز حاجه تخليني انط من الكرسي اللي انا فيه. يلا نشوف واحده. دايما وانا نايمه بسمع صوت ست بتقول لي زعلانه ليه بس يا ام، وساعات بتقول لي انا جنبك وبحس بايد بتطبطب عليا. مش ده اللي يخوف، اللي يخوف اني فرحانه ان في حد جنبي حتى لو مجرد صوت في دماغي. انتوا اتجننتوا. اولا كويس قوي ان في حد بيعبر فيكي، يعني دي حاجه حلوه قوي، حتى لو شيطان حتى لو روح مش مشكله، المهم في حد بيعبر فيكي. يعني الشيطان احيانا بيطلع بيخوف البني ادم، لا هو بقى طالع بيطمن عليك بيقول لك حبيبتي ار يو اوكي ار يو دوينج فاين. فتخيل لو في حد بيعبر فيك كده، عفريت مثلا انت نايم مع نفسك، حد جاي يقول لك هاو ار يو توداي. انا مفيش حد بيقول لي كده في الحقيقه، فايماجين اف اي سليب اند ذيرز جوز بيقول لي هاو ار يو توداي، حاجه تبسط حاجه تفرح، المفروض تبقي مبسوطه. كنت انا واهلي في الغردقه من 3 أو 4 سنين بنصيف، مش فاكره قعدنا كام يوم، بس في يوم منهم رجعنا كلنا تعبانين من بره ونمت. قلقت انا على الساعه 5 الفجر على صوت بحر وموج ولا كاني في اسكندريه. خفت افتح عيني الصراحه، بس بعد ما اخدت جرعه شجاعه فتحتها ولقيت حاجه عمري ما هنساها. لقيت بنت قدامي قاعده على الكرسي من كراسي البحر على الشط وانا وراها. كانت طبيعيه جدا، لا مسلوخه ولا محروقه ولا اي حاجه. هو انت يعني انت مستنيه تبقى واحده مسلوخه وهتبقي طبيعيه عادي؟ يعني هي كانت طبيعيه فانت خفتي، انما لو كانت مسلوخه او كده كنت هتطمني. كنت خايفه اعمل اي صوت لحسن تبص وراها، بس قعدت اقول يمكن انا بحلم. قلت اجرب اتحرك والمس اي حاجه عشان اتاكد. اول حاجه ايدي لمستها كانت الغطا اللي كنت متغطيه بيه، وبعديها قلت اتاكد تاني فلمست المكتب الصغير اللي كان جنب السرير. اتاكدت بنسبه 100% اني مش بحلم. كنت خايفه جدا وانت خوفتيني معايا. لحد ما البنت التفتت عليا رحت مشغله الاباجوره بسرعه ولقيت نفسي في الاوضه عادي. هي البنت عملت لها كده اهو، فتحت الاباجوره من هنا البنت اختفت. مش عارفه دي قصه مرعبه ولا لا، بس قلت احكيها يمكن تكون تحت بند الرعب. هي مش مرعبه قوي بس يعني تخيل انت نايم في امان الله مروحه لقيت حد قاعد لك كده في الكرسي، لا مسلوخ ولا وشه محروق. قلت الله ده مش عفريت. بعدين تقوم تفتح الاباجوره اي بني ادم مش موجود، لا ده رعب. يعني انا مثلا لما بكون نايم واكون معلق مثلا هدوم على الباب احس انها شادو بني ادم او عفريت او اي حاجه، لما افتح عليها الستاره او مثلا او كانت البورنوس اي حاجه متعلقه بخاف. تخيل بقى لو كان بني ادم بخاف اكتر. كنت بطلع امشي في مكان للمشي قبل الغروب بشويه، وكنت بحط السماعات اسمع فيها وكان غالبا الصوت عالي مش بسمع حاجه خارجيه. وفجاه شفت ظل ورايا، يا نهار اسود والله، وصرت اجري بشكل هستيري من الخوف. يا نهار مريم اسود. قررت اواجه الشخص اللي لا مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا عارف ان احنا لما بنجيب سيره العفاريت وكده بييجوا بيحضروا، زي ما قال عفاريت الاسفلت اللي بيتقدروا بعيدكم رؤوس مش بتفكروا على راي ويجز. ما عليك. قررت اواجه الشخص اللي لاحقني والتفت واقرر مصير. طلع الزل زلي انا، اقسم بالله قعدت على الرصيف اعيط بصوت عالي لحد ما اتجمعوا عليا ناس فكروا في مصيبه. يا حبيبتي
يعني ما انت مش مركزه، في حد يشغل اغاني بصوت عالي؟ اصلا الاغاني بصوت عالي دي بتجيب عفاريت لوحدها. فتخيلي انت ماشيه كده ومره واحده لقيتي ضله اللي هي ضلتك، انت مش واخده بالك وفاكره ان في حد بيجري وراكي وانت اصلا اللي بتجري ورا نفسك. دي مصيبه سودا، حاولي ركزي بقى. مره كنت متضايقه جدا 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 وصحيت على صوت جنبي وحد بيطبطب عليا، لقيت راجل بيقول لي انا جنبك اخدته بالحضن وفضلت في حضنه كتير وبعيط قوي، وبعدين فضلت حضناه ولقيت ماما بتنادي عليا وببص له ولقيته اختفى وبدور عليه ما لقيتوش جنبي، بس فضل صوت بودني يقول لي انا جنبك انا جنبك انا جنبك انا جنبك. ده يعني ده عفريت متحرش، ده this is pure تحرش. وبعدين ايه العفاريت الحنينه دي؟ يعني ايه العفريت اللي بيطلع بيطبطب عليك بيقول لك انا جنبك I got your back؟ يعني فين الرعب؟ انا عايز اترعب، انا عايز اشوف حد يخوفني، اللي هو حاجه كده عمري ما هنساها في حياتي. كنت بمسح الارض وبعد ما خلصت لقيت اثار رجل حد على الارض، ما كانش في حد غيري في البيت. كنت في الاوضه والباب مقفول، لقيت الباب اتقفل عليا بالمفتاح لوحده والبيت كله نايم ومحدش قفل ولا سمعت صوت المفتاح، وفضلت لحد الصبح في الاوضه ونمت عايش جدا. ولحد الان محدش عنده تفسير ازاي الباب اتقفل بالمفتاح لوحده وانا صاحيه وكله نايم ومن غير صوتك بتاع المفتاح دي. انا عندي سؤال، في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه دلوقتي حالا، مين فتح لك الباب؟ ولا انت فضلتي في الاوضه لحد ما كان بها؟ عشان بس ابقى فاهم، يعني انت فضلتي في الاوضه لحد ما صحيتوا بقى تاني يوم؟ يعني ده رعب ان انت تبقي محبوسه في الاوضه مش عارفه مين قفل وقاعده كده لحد ما تستني لحد الساعه 10 الصبح قاعده؟ يا مسهل، يا رب ماما تصحى، يا رب بابا يصحى، يا رب اختي تصحى. وما كنتيش عارفه بقى، يعني قاعده كده في الاوضه بسرحانه على الحيطه جي والحيطه جي والحيطه جي، ايه الرعب ده؟ بس انا عندي اكتر قصه مرعبه في القعده دي كلها. دخلت طب اسنان لخمس سنين. شكرا قوي يا جماعه انكم اتفرجتوا على الفيديو، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون عجبكم. ده نيو سيت اب اللايتس، الكاميرا، المصور يوسف رضا. هلو يا يوسف، عامل ايه؟ لو عجبكم كل السيت اب ده اكتبه في الكومنتس. ايوه بقى يا محمد، ويلا بقى يا محمد، بليز ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا شير، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، يعني حاجات بسيطه كده وجميله ولطيفه ولا ايه؟ وكمان حاجه، هابي هالوين لينا كلنا، واكتبوا لي تحت في الكومنتس حابين تشوفوا مني ايه تاني الاسبوع الجاي. وفي الديسكربشن هتلاقوا كل السوشيال ميديز بتاعتي، انستغرام، تويتر، فيسبوك، كله 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 كله. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو ليوسف رضا، تحت هتلاقوه برده في الديسكربشن، المصور والاديتور بتاعي. كمان اغنيتي الشياكه جي موجوده في كل البلاتفورمز، انغامي، سبوتيفاي، كله 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 كله، فجو تشيك ات اوت از ويل. اشوفكم يا جماعه الاسبوع الجاي، باي.